سيارات الدورية. مرحبا بيلي، كيف حالك؟ هل أنت ضائع بيلي؟ لا تقلق، سأرسل أحداً لإنقاذك، ابقى هنا. مات، هي مات، الجرافة بيلي مفقود، يجب أن نبحث عنه. أعتقد أننا سنحتاج بعض المساعدة مات. دعنا نلجأ لشاحنة الإطفاء فرانك ليساعدنا. مرحبا فرانك، هل تريد مساعدتنا في إيجاد بيلي؟ إنه مفقود. حسنا، من أين سنبدأ؟ أنت محق مات. بيلي ذهب هذا الصباح لرؤية سيارة الإسعاف أمبر. دعونا نذهب لنسألها. مرحبا أمبر، لقد سمعت أن بيلي جاء لرؤيتك هذا الصباح، هل تعلمين أين هو؟ لقد ذهب للحقل. شكراً أمبر، دعونا نذهب ونبحث هناك. مات، فرانك، انظرا، إنه الجرار بن. مرحبا بن، هل تعلم أين ذهب بيلي؟ تقول إنه في الغابة؟ حسنا، دعونا نذهب هناك أصدقائي. لكن لنحاول أن لا نضيع هناك. بيلي، بيلي، أين أنت؟ سيكون رائعاً لو استطعنا أن نرى من أعلى. ما هو يا رفاق؟ واو، كاميرا، فكرة رائعة. دعونا نرى إن كنا سنرى بيلي الآن. إنه هناك، ها هو بيلي في نهاية الطريق هناك. بيلي، أنت في أمان الآن، مات وفرانك هنا. مدهش أصدقائي، لقد أنقذتما بيلي، عودوا بأمان الآن، نراكم في المرة القادمة، وشكراً مجدداً أصدقائي. مرحباً مات، مرحباً فرانك، كيف حالكما اليوم؟ فرانك، مات، هل تريا هذه الجدران؟
أستغرب من قام بالخربشة عليهم. أنت محق مات، هذا لا يطاق. نحتاج أن نمسك بالمجرم الذي فعل ذلك. مات، فرانك، هل تلاحظان ذلك؟ خرابيش أكثر على هذه الجدران أيضاً. أنت محق فرانك، هذه الخربشات تبدو مماثلة للتي رأيناها من قبل. هيا دعنا نمسك به متلبساً. لا أحد في هذا الشارع، دعنا نفحص الشارع الآخر. انظروا إلى هذا أصدقائي، أعتقد أننا وجدنا المخرب. استسلم، سنقوم بالقبض عليك الآن. نأسف لك جاري، اعتقدنا أنك المسؤول عن الخربشات على الجدران. حسناً، دعونا نجد المسؤول الحقيقي عن ذلك هذه المرة. لا يوجد ما يثير الشك هنا. ولا هنا أيضاً. مرحباً لوسي. نعم، نعرف ذلك، لقد رأيت الخربشات التي على الجدران أيضاً. حسناً، إننا نبحث عن المخرب. كوني حذرة من فضلك، إلى اللقاء. هي، انظرا، ماذا يفعل بيل الجرافة هنا؟ أتوقع أننا وجدنا المخرب الحقيقي. توقف فوراً بيلي، نحن نعلم أنك من قمت بتشويه جدران المدينة. نأسف بيلي، أعتقد أننا أخطأنا في تقديرنا، يبدو وكأنك مشغول بأعمالك. اقبل اعتذارنا بيلي من فضلك، سنكمل البحث عن المخرب الحقيقي. وداعاً. أوه، هذا خطأ فادح فعلاً، يجب أن نكون حريصين جداً في المرة القادمة. أنتما محقان مات وفرانك، يجب ألا نلوم الشرفاء هنا وهناك، هذا ليس عدلاً. أعلم أنه من المبكر أن نحكم، لكن وقوف تايلور عند جدران محطة الشرطة المشوهة جزئياً مثير للشك. ما رأيكم أصدقائي؟ هل نهاجم؟ ممتاز! استسلم تايلر، توقف، نعم إنك المسؤول عن ذلك، والآن لدينا أيضاً الدليل على ذلك. هيا استسلم. أوه، تايلر يهرب، أمسك به مات. أسرع أسرع مات. أعلم ذلك مات، تايلر سريع جداً. هذا صحيح، دعنا نكلم هيكتور الطائرة المروحية. مرحباً هيكتور، نحتاج مساعدتك في الإمساك بتايلر. تعال معنا الآن. تايلر سريع جداً، تحتاج أن تضاعف سرعتك هيكتور. يا هيكتور أسرع، لا تدعه يهرب. ممتاز، استمر هيكتور، دعنا نمسك به. حركة رائعة هيكتور، أحسنت صنعا. شكرا هيكتور، لم يكن من الممكن أن نمسك بتايلور لولا مساعدتك. إلى اللقاء.
نراك لاحقاً. الآن حان وقت دفع التعويضات تايلر. هذا سيعلمك أن تكون أكثر حرصاً في المرة القادمة. أحسنت صنعاً مات. أحسنت صنعاً فرانك. نراكما قريباً. إلى اللقاء. سوزي وجيرمي يبدو أنهما متشوقتان لعمل شيء. أوه، إنهما تذهبان باتجاه الملعب. ما المشكلة يا أصدقاء؟ أوه لا، قام أحدهم بتخريب الملعب. أعتقد أنكما يجب أن تأتيا في يوم آخر للعب هنا. حتى الآن أعتقد أن مات يجب أن يعلم بما حصل. هيا لنذهب لمحطة الشرطة. واو، سوية أصدقائي. ممتاز، مات وفرانك سيتابعان الوضع. فكرة جيدة، تفرقوا ليكون لديكم فرصة أكبر للإمساك بالمخربين. ما هذا؟ ربما المخربون. أوه، إنه فرانك. المخربون مختبئون بالتأكيد. هل تعتقدون أنهم سيخرجون في المساء؟ لنأمل أن يمسك مات وفرانك بالمخربين متلبسين. أوه، لا يوجد أحد في الملعب. يجب مواصلة البحث أصدقائي. يبدو وكأن هناك صوتاً يصدر من موقع البناء، لكن البوابات مغلقة. إنها فكرة رائعة. هذه الكاميرا ستساعدنا لنرى من فوق الحاجز. شش، بهدوء بهدوء. إنهم المخربون. سيكون عقابهم وخيماً. حسناً حسناً حسناً، إنه تايلر المتشرد وصديقه. يبدو وكأنكم ستقضيان ليلتكم في السجن. ممتاز، مات وفرانك، لقد بقيا هنا طوال الليل. أتمنى أن لا يكونا قد حاولا الهرب. هناك عمل بانتظاركما قبل إطلاق سراحكما. حان وقت تنظيف الملعب لأنكم من قمتم بتخريبه. تريدون اللعب الآن بعد أن تم تنظيف الملعب؟
يبدو وكأن سوزي وجيرمي تريدان اللعب أيضاً. مات على حق، لقد لعبتم بما فيه الكفاية، حان دور غيركم. من الجيد أن نرى الملعب يتم استخدامه بشكل صحيح مجدداً. حان وقت ذهاب هؤلاء الصغار المزعجين إلى البيت، نتمنى أن يكونا قد تعلما الدرس. قمتم بعمل رائع أصدقائي، مدينة السيارات نظيفة وآمنة مجدداً، وكل الفضل يعود لكم. وداعاً، نراكم في المرة القادمة. مرحباً بن، تبدو سعيداً. إلى أين أنت ذاهب؟ بن، احترس. أوه لا بن، هل أنت بخير؟ ابقى هنا، سأتصل بسيارات الدورية. ها هو مات، دعنا نكلمه. مات، مات، انتظر من فضلك، بن يحتاج مساعدتك، إنه عالق على الجسر. مات، ماذا تفعل؟ الجسر على اليمين. أوه، إنك تطلب مساعدة من فرانك، فكرة رائعة. لا تقلق بن، مات وفرانك سيقومان بإخراجك من هذه الحفرة الكبيرة بسرعة. يبدو وكأن الطريق مغلق بهذه الصخور. أوه نعم، فكرة جيدة، دعونا نكلم الجرافة بيلي، سيفسح لنا الطريق. بيلي، بيلي، مات وفرانك يحتاجان مساعدتك لإنقاذ الجرار بن، تعال معنا حالاً. حسناً بيلي، دعنا نفسح الطريق. أحسنت صنعاً بيلي، شكراً جزيلاً. حسناً أصدقائي، هيا بنا لنذهب. ها
فكرة جيدة مات، ولكن يبدو أن بن ثقيل جداً بالنسبة لك. ماذا تفعل فرانك؟ كن حذراً وإلا ستصطدم ببن. أوه، فكرة رائعة فرانك. هيا مات، هيا فرانك، أوشكتما على الانتهاء. نعم، أحسنتما صنعاً يا رفاق. في المرة القادمة، انتبه لطريقك جيداً بن. مرحباً مات وفرانك، إنه يوم رائع، أليس كذلك؟ أمبر، ماذا هناك؟ لماذا أنت حزينة؟ أوه، مسكينة أمبر، لقد فقدت مصباحك الدوار. لا تقلقي أمبر، مات وفرانك سيجدون مصباحك ويعيدونه إليك بسرعة. دعينا نخبرهم بما حدث. مات فرانك، أمبر في مشكلة، لقد فقدت مصباحها، يجب أن تساعدها لاستعادته. أمبر قريبة من المستشفى مات، إنه على يسارك. أمبر، مات وفرانك هنا لمساعدتك. حسناً مات وفرانك، هيا نذهب. دعونا نبحث في أرض الملعب أولاً. لا، إنه ليس هنا. مات، فرانك، يجب أن نسأل السيارات الأخرى، فربما أحدهما قد رأى مصباح أمبر. دعونا نذهب ونسأل توم، ربما يمكنه مساعدتنا. مرحباً توم، نحن نبحث عن مصباح أمبر، هل رأيته؟ دعونا نذهب لشاحنة القمامة جاري. مرحباً جاري، هل رأيت مصباح أمبر؟ ابتهج، أنا متأكد أنك ستجد مصباح أمبر الآن. ما هذا فرانك؟ نعم، أنت على حق، إنه المصباح. أحسنتما أصدقائي، لكن كيف سنحصل عليه الآن؟ مدهش فرانك، إنها فكرة رائعة،
برافو فرانك. أمبر، مات وفرانك وجدا مصباحك. واو، إنه يعمل جيداً. برافو أصدقائي، لقد قمتما بعمل رائع. نراكم في المرة القادمة أصدقائي. مرحباً مات، تبدو مشغولاً الليلة. رائع، المدينة تبدو هادئة. يبدو أن كل المشاغبين نائمون. شش، مات، هل تسمع أحدهم يبكي؟ أم أنا أتخيل؟ هيا لنتفقد الأمر. انظر، إنه الجرار بن. بن، هل رأيت أحداً يبكي؟ دعنا نوقظ جاري شاحنة القمامة، ربما يعلم شيئاً. جاري، نأسف لإزعاجك، هل سمعت أحداً يبكي؟ لا شيء هنا، هيا لنتفقد الشارع. إنها سوزي، السيارة الوردية الصغيرة. سوزي، ماذا تفعلين هنا؟ ما الأمر؟ أوه، الضوء لا يعمل وتخافين من الظلام؟ نعم صحيح، المكان مظلم جداً. لا تقلقي سوزي، أنت في أيدٍ أمينة. هل يمكنك إضاءة المصابيح الأمامية؟ أوه، المصابيح الأمامية لا تعمل. لعجب أنك خائفة. لكن لا تقلقي سوزي، مات سيوصلك للمنزل بأمان. مات، إلى أين أنت ذاهب؟ ما الأمر؟ فهمت، فرانك يبعد شارعين فقط، سيسمعك. مرحباً صديقي، نحتاج مساعدتك. سوزي هنا، تريد الذهاب إلى المنزل، ولكن مصابيحها الأمامية لا تعمل، والشارع مظلم. هل تساعدنا فرانك؟ شكراً فرانك. هل يمكنكم اصطحاب سوزي إلى المنزل أصدقائي؟ لا تقلقي سوزي، مات وفرانك سيساعدانك. هل سمعت هذه الضجة؟ من أين أتى هذا الصوت؟ انظروا إلى الظل، يبدو كوحش مخيف. هل نعود أدراجنا؟ أوه، هذا بيلي الجرافة، نائم أثناء القيادة. بيلي، استيقظ، استيقظ يا بيلي. بيلي، هل يمكنك أن تخبرنا كيف نعود إلى مركز مدينة السيارات؟ رائع بيلي، شكراً جزيلاً، ومن فضلك لا تقود وأنت نائم. وداعاً بيلي، نراك لاحقاً.
هيا يا سوزي، لقد وصلت سالمة. وداعا سوزي. ولا تنسي إصلاح مصابيحك غدا في الصباح. مات، فرانك، نراكما في المرة القادمة. مع السلامة. يوم جديد جميل يبدأ اليوم في مدينة السيارات. يبدو وكأن مات وفرانك في دورية مبكرة اليوم. لحظة من فضلكما، ما كل هذه الفوضى؟ أتمنى أن لا يكون هناك حاويات قمامة أخرى فائضة هكذا. يجب أن نفحص المبنى المجاور. أنتما محقان، يجب أن تأتيا لاحقاً لتريا إن تم تنظيف الحاويات الفائضة. واو، هناك المزيد من القمامة هنا. يبدو وكأن الوضع كذلك في كل شارع في مدينة السيارات. يوجد هناك قمامة أيضاً خارج المستشفى. لا تقلقي أمبر، مات وفرانك يتابعان الوضع. ماذا؟ تريدين أن تغلقي المستشفى حتى تتم إزالة القمامة؟ مرحباً أصدقائي، أمبر تقول إن إبقاء المستشفى مفتوحاً والقمامة حوله غير آمن وغير صحي. فكرة جيدة مات، جاري شاحنة القمامة سيقوم بتنظيف المكان بسرعة كبيرة. هل تعتقدين أن جاري هو السبب في ذلك أمبر؟ يفضل أن تذهبا وتبحثا عنه يا رفاق. هذا الركام في كل مكان هنا، أتمنى أن تجدا جاري بسرعة. هي، ها هو جاري، لكن ماذا يفعل هنا؟ هل أنت تلعب بدلاً من جمع القمامة جاري؟ حسناً، ماذا هناك جاري؟ لقد كنت مريضاً طوال الليل؟ أنت محق مات، نحتاج أن نكلم أمبر لتأتي لمساعدتنا. مرحباً أمبر، مات وفرانك وجدا جاري لكنه مريض، هل تستطيعين المجيء إلى الملعب فوراً؟ ما المشكلة لديه أمبر؟ عمل فوق طاقته؟ إذن يجب أن نقوم بتبريده وتزويده بالوقود مجدداً. شكراً فرانك. مات، هل لديك وعاء وقود إضافي؟ يبدو وكأن جاري أصبح أفضل. واو، أنت متحمس لجمع الحاويات جاري. حسناً،
ربما من الأفضل أن تبدأ من المستشفى. أمبر كانت تود أن تغلقه لأنه غير آمن بوجود كل هذه القمامة حوله. ممتاز! يبدو وكأن مدينة السيارات ستعود نظيفة مجدداً. أحسنتم جميعاً! واو! انظروا إلى جيري، إنه يقوم بأخذ الزوايا حول البحيرة. يبدو وكأنه يتدرب للسباق الكبير غداً. مرحباً جيري! لقد حل المساء، هل أنت ذاهب لترتاح الآن؟ لا أصدق ذلك، لقد قمت بالتدريب للسباق طوال الليل. جيري، يجب أن ترتاح الآن قبل أن تتعرض لحادث. يبدو أنك تحتاج مساعدة للخروج من هذا الوحل جيري. أتساءل ماذا يفعل فرانك ومات الآن؟ مرحباً مات! مرحباً فرانك! جيري يحتاج مساعدتكما، إنه عالق في الوحل عند البحيرة. هذا صحيح، لكنني غير واثقة إن كان يستطيع المشاركة. هل بإمكانكما مساعدته؟ ممتاز! إنه عالق حقاً، ها؟ يبدو وكأنهم يعملون على تجهيز ميدان السباق هنا. جيري سيكون محظوظاً لو استطاع الخروج من الوحل والمشاركة. هل لديك فكرة مات؟ بالتأكيد، توم شاحنة الجر يمكنه المساعدة في جره. إنه يساعد العاملين في ميدان السباق. دعنا نذهب إليه. توم هناك! نأمل أن يستطيع مات إقناعه ليأتي لمساعدة جيري. إلى أين ذهب فرانك؟ هل أقنعت توم؟ أعتقد أن فرانك لديه فكرة أخرى. بالتأكيد، البحيرة قريبة من هنا. ربما يستطيع شارلي الرافعة رفعه وإحضاره إلى هنا. ممتاز! يبدو وكأن شارلي سيقوم بمساعدتنا. مرحباً جيري! مات وفرانك أحضرا شارلي الرافعة لإخراجك من الوحل. ممتاز! لقد فعلتها شارلي! نحتاج أن نأخذ جيري إلى ميدان السباق الآن. بقي بعض الوقت قبل بدء السباق. دعنا نقوم بتنظيفك وتجهيزك. ممتاز! يجب أن نغير الإطارات. أتساءل ما إذا كان توم يستطيع المساعدة الآن. أوه، لقد فعلها مات فعلاً! وفي هذه المرة يستطيع توم المساعدة. الوقت يمر بسرعة، يجب تبديل الإطارات بسرعة. شارلي سيقوم بالمساعدة مجدداً، والآن
لنضع الإطارات الجديدة. ممتاز! انتهينا في الوقت المناسب. ابتدأ السباق. يبدو وكأن جيري سيفوز بالسباق. يبدو وكأن التصاقه بالوحل قد ساعده على أخذ قسط من الراحة، وكان هذا في صالحه. لقد فعلها! لقد فاز! واو! لقد فعلتها! قبل ساعات قليلة كنت عالقاً في الوحل. كل الفضل يعود لهؤلاء الأصدقاء. قمتم بعمل رائع أيها الفريق العظيم. نراكم في المرة القادمة. وداعاً. توم شاحنة الجر. مرحباً كريستوفر، كيف حالك اليوم؟ أرى أسطوانة الخلط لديك تدور، هل هذا يعني أنك تخلط الأسمنت؟ أرى الأسمنت يخرج من مجرى التفريغ. هذا الأسمنت سيستعمل لتشييد المباني. لقد توقفت عن العمل، هل جاء وقت الراحة؟ لا؟ أوه، ماذا هناك إذن؟ هل هناك مشكلة في أسطوانة الخلط؟ وتريد أن تنهي عملك اليوم؟ لا تقلق كريستوفر، كل شيء سيكون على ما يرام. سأتصل بتوم شاحنة الجر لمساعدتك. انتظر هنا. مرحبا توم، إنك تطعم الحمام، أليس كذلك؟ توم، نأسف لإزعاجك وأنت تطعم الحمام، ولكن نحتاجك في موقع البناء فوراً. كريستوفر، شاحنة خلط الأسمنت في مشكلة، هل تود مساعدتنا؟ شكراً توم، شكراً أيها الطيور. حسناً، دعنا نسرع توم، لا نريد إضاعة المزيد من الوقت. على يمينك توم. ممتاز! إلى الأمام توم، هذا الطريق سيقودك إلى موقع البناء. لقد وصلنا توم. هل ترى كريستوفر؟ إنه ليس هنا. إنه هناك. هيا توم، دعنا نذهب إليه. مرحبا كريستوفر، توم هنا وسيصلحك فورا. هيا لنأخذك إلى المرآة كريستوفر. هل أنت جاهز توم؟ هيا توم. نعم، تستطيع فعلها، المرآة ليس بعيداً. هيا توم، ماذا يمكننا أن نفعل الآن؟ هي، لدي فكرة. كريستوفر، لما لا تسرع محركاتك؟ هذا سيسهل على توم جرك إلى المرآة. ممتاز! نحن هنا، لقد وصلنا المرآة. كريستوفر، توم سيلقي نظرة عليك الآن. دعنا نبحث عن أسطوانة خلط جديدة لك. ممتاز! هيا لنستبدل القديمة. لقد انتهينا! تبدو رائعة! دعنا نفحص إن كانت تعمل بشكل رائع أيضاً أم لا. لما لا تجرب كريستوفر؟ أحسنت صنعاً توم! هل هناك مشكلة كريستوفر؟ أوه توم، يبدو أن الأسطوانة تعمل جيداً، لكن مجرى التفريغ لا يعمل. أوه حسناً، هل تعتقد أنه مسدود؟ ماذا ستفعل لحل هذه المشكلة؟
نعم، دعنا نقوم بتغييره. حسناً، حان وقت تبديل مجرى التفريغ القديم. ممتاز توم، تعرف ما عليك فعله كريستوفر الآن، أليس كذلك؟ حسناً، هيا لنجرب. كل شيء يعمل بشكل جيد. هل هناك مشكلة كريستوفر؟ أوه، هناك فتحة في خزان الماء، يجب إصلاحه. كيف سنصلحه توم؟ ما هذا؟ رشاش حرارة؟ فكرة جيدة توم، هل نحتاج شيئاً آخر؟ حسناً، ماذا يوجد هنا؟ أرى شيئاً يمكن استخدامه لترقيع الأسطوانة. جميل، أحببت القناع عليك توم، يجب أن ترتديه باستمرار. حسناً، لقد قمنا بصهر جوانب الفتحة حتى تلتصق عليها هذه المادة. المجد لك توم، أحسنت عملاً. حان وقت العودة إلى العمل كريستوفر. وداعاً، نراك لاحقاً توم، إلى اللقاء. أحسنت صنعاً جيري، لقد فزت في السباق. تبدو متعباً جداً، هل هناك سباق آخر اليوم وستقوم شارلوت حاملة السيارات بنقلك إلى هناك؟ ممتاز! هي شارلوت، أتعلمين ما حدث؟ لقد فاز جيري! هل أنت جاهزة لحمل سيارات السباق إلى السباق التالي؟ هذا رائع! دعينا ننزل المطلع لتصعد السيارات عليه. احترس! احترس! ممتاز! الآن جاء دور جيري. دعنا نقوم بتثبيتك حتى لا تقع. هذا رائع! الآن لنرفع المطلع ونأخذ جيري وصديقه إلى السباق التالي. ما المشكلة شارلوت؟ هل تعتقدين أن المطلع عالق؟ يفضل أن نتصل بتوم شاحنة الجري حالاً. توم، هي توم، تعال فوراً، شارلوت حاملة السيارات تحتاج مساعدتك. إنها في ميدان السباق، أسرع. هل تستطيع أن تسرع أكثر توم؟ جيري سيارة السباق، يجب أن يصل السباق التالي مبكراً. ابتهجي شارلوت، توم شاحنة الجري هنا وسيساعدك في حل المشكلة. لنأخذ شارلوت إلى المرآب ونقوم بفحصها. ما المشكلة توم؟ شارلوت ثقيلة جداً عليك؟ أوه عزيزي، ماذا بإمكاننا أن نفعل توم؟ يبدو وكأن لديك فكرة. جيري، هي جيري، هل تستطيع أن تنزل أنت ورفيقك عن المطلع؟ احترس، احترس، أحسنت عملاً. الآن جاء دور صديق جيري في النزول على الأرض. هل هذا أفضل توم؟ هذا رائع! لنتبع توم إلى المرآب، إنه ليس بعيداً من هنا. أسرع!
أسرع حتى لا يفوتنا السباق التالي. لا تقلق جيري، لن نتأخر. ما المشكلة توم؟ هل تعتقد أن مطلع شارلوت عالق؟ حسناً توم، هل لديك فكرة؟ ممتاز! ماذا يوجد في الزجاجة توم؟ هل هو زيت؟ فكرة رائعة توم! سيساعد الزيت في تسهيل حركة مطلع شارلوت إلى الأعلى والأسفل. أحسنت صنعاً توم! هلا قمنا بتزييت الجانب الآخر؟ ممتاز توم! ما رأيك الآن؟ هل شارلوت جاهزة لحمل السيارات إلى السباق التالي؟ بقي شيء واحد؟ حسناً إن كنت ترى ذلك. ماذا بداخل هذا الصندوق؟ هل هي إسفنجة؟ ماذا تريد أن تنظف؟ فكرة جيدة! دعنا ننظف كل هذا الصدأ. هي شارلوت، تبدين جميلة! هل أنت جاهزة لحمل السيارات إلى السباق؟ استيقظوا! حان وقت الذهاب إلى السباق! وداعاً شارلوت! وداعاً جيري! حظاً سعيداً! مرحباً سام! ماذا تفعل اليوم؟ أنت تمهد الطريق حتى يستطيع مات القيادة في الجبال؟ يبدو أنه عمل شاق! ما المشكلة؟ يبدو وكأن هناك مشكلة في تسوية الطريق من الثلوج. هذا مؤسف. مات يحتاج المرور. لما لا تحاول مرة أخرى؟ أعتقد أننا نحتاج توم شاحنة الجر لمساعدتنا. توم! هي! توم! سام محراث الثلج يحتاج مساعدتك. أسرع توم! مات سيارة الشرطة يحتاج المرور عبر الجبال فوراً. لقد اقتربنا من الوصول. إنهما هناك. انظروا يا رفاق، لقد حضر توم للمساعدة. سام يريد تمهيد الطريق حتى يستطيع مات المرور، لكن محراث الثلج لديه لا يعمل. ماذا يمكننا أن نفعل؟ فكرة رائعة توم! دعنا نأخذ سام إلى المرآب ونقوم بإصلاحه.
لا تسرع كثيراً، قد تنزلق على الجليد. احترس، احترس. أحسنت عملاً توم. لا تقلق مات، سنعود بسرعة. لقد وصلنا المرآب. ماذا تعتقد أن تكون المشكلة توم؟ أوه، انظر، هناك صخرة ملتصقة بالفراغ هنا. لا عجب أنه لا يستطيع إزاحة الثلوج. لا تقلق، توم يعرف ماذا سيفعل. فكرة جيدة، دعنا نرى إن كانت مناسبة. الآن ادفع توم. ممتاز، لقد أنجزنا المهمة بنجاح. ماذا سنفعل الآن؟ يبدو أن سام يحتاج إلى مصباح علوي جديد. هل لديك مصباح مناسب له؟ أيهما سنجرب؟ اختيار موفق توم. هل نحتاج شيئاً آخر؟ أنت محق، نحتاج مفتاح الربط. هذا يبدو مناسباً، دعنا نتأكد من ذلك. ماذا سنفعل أولاً توم؟ فكرة جيدة، دعنا نفك البراغي حتى نستطيع إخراج المصباح المكسور بالكامل. هل نجرب المصباح الجديد الآن؟ إنه مناسب جداً، أحسنت عملاً توم. هل هناك شيء آخر ستفعله لسام؟ يبدو وكأنه صادئ قليلاً. ماذا سنفعل لحل هذه المشكلة؟ ممتاز، دعنا نقوم بتنظيف جميع الصدأ حتى يبدو سام كالجديد. ادعك جيداً توم. إنه يدغدغ. كيف تشعر الآن سام؟ يفضل أن تذهب الآن إلى الجبل وتساعد مات في المرور. وداعا توم. وداعا مات، وداعا سام، نراكما لاحقا. مرحبا ستيف، كيف حالك اليوم؟ هل تقوم بتسوية الطريق ليتمكن أصدقاؤك من القيادة عليها بسهولة؟ هذا رائع، أحسنت صنعاً ستيف. ما هذا الصوت؟ هل هي أمبر سيارة الإسعاف؟ دعنا نرى ماذا هناك. ها هي أمبر.
تبدو وكأنها تريد الوصول بسرعة للمستشفى. ستيف كان يعمل بالقرب من المستشفى، أتمنى أن لا يكون في طريقها. هاي ستيف، أمبر قادمة إلى المستشفى، يفضل أن تبتعد عن طريقها. ما المشكلة ستيف؟ أسطوانتك عالقة؟ لما لا تحاول مجدداً؟ هذا هو ستيف، حاول بكل قوتك. أوه لا، لنحاول مرة إضافية واحدة فقط. حسناً ستيف، يفضل أن نتصل بتوم شاحنة الجر حالاً. توم، هاي توم، تعال بسرعة، ستيف المدحلة البخارية يحتاج مساعدتك، إنه خارج المستشفى، أسرع. أوه لا، أمبر هنا أيضاً. نأسف لك أمبر، ستيف لا يستطيع التحرك، هناك مشكلة بمدحلته. توم سيصل بسرعة. هيا توم، لا تقلق ستيف، توم في طريقه إليك. ها هو. هاي ستيف، توم هنا لمساعدتك. لا تقلقي أمبر، توم سيحرك ستيف من هنا فوراً. ممتاز توم، هيا لنبعد ستيف من هنا حتى تستطيع أمبر الدخول إلى المستشفى. أحسنت صنعاً توم، أنقذت يومنا. الآن تستطيع أمبر الوصول إلى المستشفى. وداعاً أمبر، وداعاً. الآن لنذهب للمرآب ونصلح المدحلة. لقد وصلنا ستيف. ما المشكلة توم؟ يبدو وكأن مدحلة ستيف مهترئة تماماً. هل لديك أي أسطوانات احتياطية توم؟ تأكد من اختيار الأسطوانة المناسبة. أنت محق توم، هذه تبدو صغيرة جداً على ستيف. هذه تبدو مثالية، هل نجربها الآن؟ فكرة جيدة توم. في البداية يجب أن نرفع ستيف عن الأرض. هل تعتقد أن الأسطوانة الجديدة ستكون مناسبة؟ أحسنت صنعاً توم، حجمها مناسب جداً. هل تعتقد أن ستيف يحتاج شيئاً آخر توم؟ أنت محق توم، لنقم بغسل ستيف الآن.
ممتاز توم، ستيف يبدو كالجديد تماماً. ماذا هناك توم؟ أوه، أفهم ذلك. مقاعد ستيف تبدو قديمة ومهترئة. هل لديك مقاعد احتياطية؟ هذه المقاعد تبدو أفضل. دعنا نجربها. يجب أن تفتح الباب أولاً توم. إنها مناسبة. أحسنت توم. هل ستيف جاهز للعودة للعمل؟ لا؟ لماذا؟ لا تقلق ستيف، إنه أمر بسيط. هل سنقوم بتلميع مرايا ستيف؟ فكرة جيدة توم. ستيف يبدو كالجديد تماماً. انظر كم هو مسرور. أحسنت عملاً توم. وداعاً ستيف. شكراً جزيلاً.